النجمة العاشرة كمان لو هنتكلم بقى، مش يعني مش احتفاظ فكرة باللقب القاري فقط، لا، لكن هي رفعت الرصيد من 23 بطولة قارية، عشان نقدر نقول ان الفارق هنا تقلص مع ريال مدريد الاكثر تتويجا زي ما احنا عارفين في العالم بالبطولات القارية برصيد 26، فاحنا بنتكلم 23 و26. طيب، على كل حال بإذن الله زي ما احنا عارفين وزي ما احنا بنتمنى، الأهلي مكمل في طريقه للعودة لصدارة أندية العالم في البطولات القارية بإذن الله من جديد. خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم اكيد، بس قبل ما ننتقل لاخبار الفريق الاول خلينا ننوه ان احنا طبعا هيكون يعني الحدث مباشر وهيتم تغطيته يعني لحظه بلحظه على قناه النادي الاهلي، فتابعونا في التغطيه اللي هتكون اكثر من محترمه النهارده ان شاء الله، لان كلنا لازم نحتفل، كلنا لازم نفرح، كلنا لازم ناخد هدنه شويه، احنا عمالين زي ما كنت بقول عمالين نكسب ونفوز ونحقق بطولات وانجازات وغيره وغيره، بس من حقنا كده نهدى شويه ونفرح. فالنهارده اليوم اللي قرر النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب ان احنا هنفرح بقى، وعايزين كده نتصور وعايزين نحط المشاهد او النوستالجيا بتاعه البطوله، شوف كل واحد مشهد حابب ينزله على السوشيال ميديا، اكتر لقطه اكتر ماتش اكتر كواليس كانت بالنسبه له مهمه او فرحته او اسعدته نزلوها على السوشيال ميديا ومنشنوا النادي الاهلي، عايزين يعني تويتر وفيسبوك وكله يبقى النادي الاهلي، حقيقي ده حقنا وده اليوم بتاعنا زي ما بيتقال.